أبناء تعز يودون صلاة الجمعة بساحة الحرية والتي أطلقوا عليها المقاومة صمود لا يخدع. يعززون على كل المواقع والتخوم وعلى كل المستويات، وأوصلوا دباباتهم إلى أريافنا في الوازعية وغيرها. أي تهدئة وأي هدنة وأي صمت عجيب حيال ذلك، ونحن اليوم في اليوم الخامس من أيام الهدنة المزعومة المدعوة التي لم تولد بعد ولن تولد مع مثل هؤلاء. فهذا حالهم وهو ديدنهم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. صمدت تعز رغم الهجوم والتآمر والاستهداف والتدمير، وسطرت أروع آيات الفداء، وها هي تدخل عامها الثاني. ها هو ذا أحد كبارهم قدم إلى تعز في العام الماضي ليقول في أحد اللقاءات معهم لأحد قيادات المقاومة اليوم، يقول له: لا تحاولوا أن تكونوا استثناء من المحافظات التي قبلت وخضعت واستسلمت فلن تتحملوا يومين اثنين. قالها هكذا وهو اليوم على رأس لجنة التهدئة ومراقبة وقف إطلاق النار بعد عام كامل أراه الله فيه كيف معاني الصمود والمقاومة والتحدي والشموخ والإيباء الذي يحمله أبناء تعز ورجالات تعز ونساؤها. يقول المصلون بساحة الحرية أن الهدنة المعلنة خدعة كبرى لن تنطلي عليهم، فخبرتهم بالميليشيات تجعلهم أكثر استيقاظا وانتباها، كما صلي على الشهداء وهتف الحاضرون للوطن وللنصر وسط سقوط غزير للمطر والرحمات.